السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول إحدى تطبيقات أوفيس 365، وهو تطبيق مايكروسوفت فورم. إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي نوصل ليه، كيفية الاستفادة منه، وإزاي نقدر من خلاله نعمل استمارات واختبارات للطلاب، ومين أكثر الفئات استفادة ممكن يستفادوا من كل الإمكانيات الموجودة جوه الفورم. طيب إزاي نوصل له؟ هو هنوصل له من خلال الإيميل أوفيس 365 بتاعنا. مجرد ما احنا بندخل الإيميل والباسورد وبندخل على الصفحة الرئيسية أو الواجهة الرئيسية للأوفيس بتاعنا زي بالشكل ده. طيب احنا هنوصل ازاي للفورم؟ احنا زي ما قلنا قبل كده في الواجهة الرئيسية ان الفورم، ان التطبيقات الاوفيس ممكن ندخل لها من كذا مكان، من التسع نقاط لو دورنا فيهم هنلاقي برنامج تطبيق الفورم اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، او من خلال القائمة اليمين دي، القائمة اللي على اليمين اللي فيها كل التطبيقات، او نضغط على جميع التطبيقات، او من خلال عملية انشاء اللي هي علامة زائد. لو ضغطنا على زائد هنلاقي فيه ممكن نعمل نموذج او اختبار اللي هي الفورم، سواء فورمز نموذج او فورمز للاختبار. وزي ما قلنا كده من خلال القائمة اللي هنا على اليمين، ولو احنا الاوفيس بتاعنا انجليزي هيبقى على الشمال برضو ممكن نختار الفورم، نضغط على الفورم وندخل لصفحة الفورم. مجرد ما نضغط على الصفحة بتجينا هنا ان انت دخلت على الصفحة ومكتوب فورمز. طيب الاستفادة منه، او احنا ممكن نستخدم الفورم في ايه؟ ممكن نستخدم الفورم ان احنا بنعمل استبيانات او استطلاع للرأي، ممكن نعمل اختبارات، والاختبارات دي لا يمكن الاستغناء عنها في العملية التعليمية، سواء للطالب، للمعلم، للتوجيه، للوزارة. ده شيء يعني هو تعتبر تغذية راجعة لتقييم العملية التعليمية او تقييم الطالب خلال المراحل التعليميه المختلفه، وهو شرط اساسي لانتقال الطالب من مرحله لمرحله. طيب من يعتبر الفورم من التطبيقات السهله الاستخدام، ممكن نستغله في كثير من الاشياء، زي مثلا لو انا مسؤول وحده تدريب في المدرسه ممكن من خلال الفورم بعمل استبيان، او من خلال الاستبيان او النموذج الموجود ده في الفورم ان انا اعمل الاحتياجات التدريبيه وابعتها للمعلمين ويستخدموها ويبعتوها لي، احسن من ان انا اعمل ورق واحتياجات تدريبيه وفي الاخر المعلم ممكن ياخدها وما يستغلهاش. ممكن ايه كمان؟ زي ما احنا قلنا كده ممكن نعمل امتحانات، ممكن الموجه يبعت الفورم ده للمعلمين علشان يستجمع او يجمع بينهم بيانات، لان التوجيه دايما بيحتاج بيانات مستحدثة دايما، فكل ما يحتاج بيانات لو بعد النموذج اسهل لي واسرع. طيب كده احنا عرفنا الاستفادة من الفورم، ولسه الكثير والكثير هنعرفه مع بعض من خلال دخولنا لهذا التطبيق. طيب اول حاجة بنلاقي كلمة فورم هنا تحت، هنا بيبقى موجود اختبار جديد، وفي هنا قائمة منسدلة. مجرد ما نضغط على القائمة المنسدلة بنلاقي النموذج، يبقى احنا من خلال الفورم ممكن نعمل اختبار جديد او نموذج جديد. النموذج الجديد اللي هي الاستمارة او الاستطلاع الرأي، والاختبار الجديد ان احنا نعمل من خلاله امتحان. نضغط على النموذج ونشوف النموذج اللي فيه والفرق اللي بينه وبين الاختبار. ادي شكل النموذج، بيبقى شكل كده زي ما احنا شايفين. هنا في جزئين، منقسم لجزئين، جزء اسمه الاسئله وجزء اسمه الاستجابات. الاسئله دي اللي احنا هنكتب فيها البيانات او الاستطلاع اللي احنا عايزينه، وهنبعته للاشخاص المعينين اللي احنا هنبعته ليه، سواء كان الفورم ده عباره عن نموذج استطلاع راي او امتحان، هترجع لنا على طول الاستجابات بتاعتهم في الجزء الثاني. طيب ايه تاني موجود في الصفحه ظاهريا كده؟ المعاينه، كلمه معاينه لو ضغطنا عليها بيورينا شكل الاختبار كمبيوتر على الكمبيوتر وشكل الاختبار على الجوال، يعني انا هيتبعت للناس شكله ازاي. هقول لك هيتبعت بالشكل ده. نرجع في النسق،
انا عايزه شكل الاختبار يبقى ليه لون معين او شكل معين، فانا بختار من خلال هنا، بختار اللون اللي انا عايزاه او الشكل اللي انا عايزاه، فبينزل لي هنا. تمام. ممكن احمل صوره، يعني انا لو عايزه اخصص صوره معينه، تحميل صوره او تخصيص اللون، انا ممكن احمل الصوره اللي انا عايزاها من خلال الجهاز، من خلال الوان درايف، من خلال البحث، بحث بينج اللي هو بتاع مايكروسوفت، او من خلال الوان درايف لو عندي صوره معينه انا عايزه ارفعها، او من خلال التحميل من خلال الجهاز. ممكن انا بتكلم على امتحان دراسات اجتماعيه او جغرافيا او تاريخ، لا انا عايزه احط شكل خلفيه عن الاثار، علشان الحصه عندنا عن التاريخ، لا انا عايزه احط الخلفيه خريطه، ان انا هتكلم عن الجغرافيا وهكذا. عايزه حاجه عن العلوم، يبقى هي هنتكلم بالشكل ده. هنختار مثلا اي صوره زي كده، نروح نقول اوبن، هيتحمل، وبعد كده بيبقى شكله ادي في المعاينه لو شفناها كده على شكل الجوال، هيبقى شكل في الكمبيوتر، هيبقى شكل الخلفيه بالشكل ده. طيب نرجع، يبقى كده عرفنا المعينة، عرفنا بعدها النسق واختيار الالوانات اللي انا عايزاها. قلنا الاختيار ممكن يكون من داخل السيمز النسق الموجود، ممكن اروح ارفع احمل صورة من خلال الموقع او من الوان درايف او من الكمبيوتر بتاعنا. ادي الاسئلة والاستجابات. عند الأسئلة أول حاجة بيقولك نموذج غير معنون، يعني أنت حط هنا الاختبار اللي أنت عايزه. هنقول مثلا بيانات المعلمين، يبقى هنا كده احنا هنكتب، هنعمل نموذج، هنحط فيه كلمة بيانات المعلمين علشان يجمع، مثلا لو الموجه عايز يجمع بيانات عن المعلمين اللي في إدارته. ممكن من خلال الرسمة دي او المربع ده نعمل ادراج صورة، انا عايزة احط صورة، ممكن اروح ادخل برضو على تحميل واختار الصورة اللي انا عايزاها واختار اوبن، هتترفع الصورة وتتحط جنب الكتابة، يبقى هنا بيانات المعلمين وحطينا الصورة. ممكن من هنا نعمل نحذفها. تمام. طيب هنا ممكن ادخال وصف بيانات المعلمين لادارة مثلا اي ادارة، ايا كان لادارة سوهاج. بعد كده على طول هننزل اضافة جديد، هنا من خلال اضافة جديد هنبدأ انه يحط لنا الاسئلة اللي انتوا عايزينها. انتوا عايزين الاسئلة بشكل ازاي؟ ايه السؤال اللي انتوا هتنزلوه في النموذج؟ انت محتاج السؤال ده تتنزل ايه؟ طبعا في اختيار متعدد، ان احنا بنكتب سؤال ويبقى فيها اختيارات، او نص ان احنا هنحط نص انك انت هتشتغل جزء مقالي مثلا، هختار نص، اختار اقول ايه الاسم رباعي، كده احنا طلبنا من المعلم اول سؤال كتبه الموجه مثلا، لو فكرنا ان دي بيانات معلمين بياخدها التوجيه، الاسم الرباعي. طيب هنا الاسم الرباعي في فوق السؤال في اربع حاجات، اربع علامات. العلامة الاولى نسخ، لو انا محتاجة السؤال ان انا اعمل له نسخ تاني وهغير فيه حاجات بسيطة، ممكن اعمل له نسخ فينزل تاني تحته. برضو من ضمن الحاجات اللي جنبيها دي الباسكت، ان احنا بنعمل عملية حذف. اسئلة السهم اللي طالع والسهم اللي نازل، لما بنعمل كذا سؤال وعايزين نرتبهم بشكل مختلف، فمن خلال السهم اللي طالع واللي نازل بنغير شكل، بنطلع السؤال الاول في زي ما انا عايزة، لا ده السؤال ده انا كتبته الرابع، لا انا عايزة السؤال التاني، وهكذا بننقل، بنعمل عملية نقل الاسئلة من اسفل لاعلى او من اعلى لاسفل. بعد كده الاجابة، هتبقى الإجابة هنا. طيب في علامتين هنا في اختيارات، بيقول لك إجابة طويلة ولا إجابة قصيرة. إجابة طويلة، لو إجابة طويلة احنا بنفتح ده، إجابة طويلة يبقى انت مجرد ما انت بتكتب بيبقى عايز كتابة كتير، فبيبدأ يفتح معاك الكتابة والمربع ده كل ما ده بيزيد، لا انا عايزة إجابة صغيرة لان هو كتابة اسمي، يعني مش هختار اكتر من. بعد كده مطلوب، انا الاسم مطلباه ولا لا؟ لا طبعا طلباه، انا محتاجة ضروري لان الاسم ده شيء اساسي في البيانات. يبقى كده اخترنا اول حاجة الاسم، اخترنا من السؤال، اخترنا نوع الامتحان، نوع السؤال نصي. ليه؟ لان احنا قلنا هيكتب فيها الاسم. وبعد كده هنروح نكتب ايه، نكتب الاسم الرباعي،
عايزين نعمل نضيف صورة هنا نعملها او مش محتاجين خلاص، بس علشان النت الرفع بيبقى تقيل شوية. اجابة طويلة او اجابة قصيرة، والاجابة هتحتاج اكتر من سطر بنعمل اجابة طويلة. لو الاجابة بسيطة زي ان احنا هنختار الاسم، هو محتاج يا دوبك نص سطر لو هيكتب اسمه رباعي. إيه طيب السؤال ده مطلوب ولا لا؟ لا احنا مطالبينه، يبقى كده تمام. ننتقل للسؤال الثاني. هنقول مثلا السؤال الثاني اختيارات، هنقول مثلا معلم، الوظيفة الحالية، ونختار بقى نكتب هنا بقى الاختيارات اللي احنا عايزينها. معلم اول، نعمل ايه؟ طيب احنا عايزين تاني، فقالوا له لا ضيف تاني، نعمل اضافة. اسفة، معلم اول، معلم اول، معلم اول الف. طيب كده يبقى كل ما احنا هنضيف هينزل لنا اختيارات. طب انا عايزه اضافه، ممكن يكون اجابات اخرى، فيقول لك حاجه تاني، ممكن هو يكون كبير معلمين فيعمل لي ايه غير ذلك. انا هعرف ان هو يبقى اعلى من معلم اول، هيعمل لي ايه غير ذلك. طيب الاختبار ده اجابات متعدده ولا ايه؟ يبقى لازم اختار اجابات متعدده. لو انا شفته الاول ما ضغطنا على هنا كده اختيارات. طب لا انا عايزه مثلا السؤال لو يحتمل ان انا ممكن اجاوب اكثر من اجابه، طبعا مش في السؤال ده مش هينفع، بس احنا مثلا او مجرد ما نضغط على اجابات متعدده هيعمل لي الدايره هتبقى ايه مربع. لو انا ممكن كلمه شكل المربع ده بيخليني ان انا ممكن اختار اكثر من اجابه من داخل السؤال، بس هنا طبعا مش محتاجين الموضوع ده، احنا محتاجين اجابه واحده، فاقول له لا انا مش عايز كده. السؤال مطلوب ولا مش مطلوب؟ لا طلباه، يبقى لا نفتح كلمه مطلوب، وهكذا. بيقول لك تبديل ترتيب عشوائي، ان احنا مجرد ما نحط نضغط على 3 نقاط بيقول لي انت عايزاها ترتيب عشوائي. لا مش مشكله، مش محتاجاه يعني، انا هو هيختار الوظيفه اللي هو محتاجها. لو انا حاطه اسئله لطالب ممكن من طالب لطالب تختلف ترتيبها، يبدلهم لي تبديل عشوائي، الاول يخلوه لي الثاني، والثاني يخلوه لي الخامس، وهكذا حسب ترتيب الاختيارات، ممكن الثالث يبقى الاول وهكذا. طب انت عايزها قائمه منسدله ولا انت عايزه قائمه عاديه؟ لا انا مش لازم قائمه مسدله، مجرد ما انا بطلع كده واجي اختار السؤال واقول تمام اوكي، فبيعمل لي قائمه مسدله يطلع او ينزل. فانا طبعا مش عايزه القائمه المسدله. قدام كل اختيار في علامه الحسب، ان احنا لو مش محتاجين الاختيار ده نعمل له ايه حسب. في 6 نقاط هنا، 6 نقاط لو ضغطنا عليهم هيعمل لنا تغيير. انا يعني حطيتهم بشكل مش عاجبني وعايزه ارتبهم بشكل مختلف، اطلع بده فوق لا انزل بده تحت، يبقى هنا دول 6 نقاط، وقدام كل واحده قلنا حذف. وده الفرق اللي ما بين النموذج، اول فرق ما بين النموذج والاختبارات هنعرفه في الاختبار، لان بيبقى فيه اكثر من اختيار تاني غير كلمه حذف. برضو في 3 نقاط عنوان فرعي، لو انا عايزه احط عنوان فرعي تحت العنوان الرئيسي الوظيفه الحاليه، ممكن انا اروح لا مش عايزه، يبقى مش عايزه خلاص، يبقى نغير لا مش عايزه، يبقى خلاص بيتشال. ايه تاني؟ اضافه تفريع، لو انا عايزه بعد السؤال ده اقول له لا انا بعد ما تجاوب الاجابه دي انتقل لمكان تاني. لا طيب يبقى كده هيخليني مثلا عند اجابه السؤال، عند اجابه السؤال ده ينتقل للاجابه الاخرى، او عند السؤال ده ينتقل لنهايه الاختبار، وطبعا دي انا برضو مش عايزاها. في ايه تاني؟ نعمل اضافه جديد. اخدنا كده النصي، اخدنا الاختبار. طيب انا عايز اعمل تاريخ، حاجه فيها تاريخ، يبقى اختار الاختيار ده اللي هو ايه تاريخ. بعمل ايه؟ بقول مثلا تاريخ التعيين، فبقوله هنا جاوب. مجرد ما انت هنا بتجاوب بتضغط على ونروح نيجي كده في المعاينة، تمام ادي تاريخ التعيين. هتضغط هنا على الكندل، العلامه دي اللي هي علامه الكندل، وهختار انا تاريخ التعيين كام. مثلا هيكون
في 2012 مثلا، يوم 8 يبقى 8/10 نعمل إضافة. يبقى هنا خدنا اختيار، خدنا نص، خدنا تاريخ. ممكن نعمل ايه تاني؟ لو في تصنيف اللي هو الترتيب، وده احنا ممكن نشوفه اساسا لما ندخل على شكل الاختبار الليكرت، ان احنا هنعمل شكل شبكة، اسئلة بالطول وبالعرض كده وهنجاوب، وهنعملها نعملها في الاختبار. بس انا حبيت ان احنا نشوف شكل لو انا طالبة منه تحميل الملف، هضغط تحميل ملف. تحميل ملف ده بيبقى طالب مني مثلا انا محتاجه منه ملف معين باكسل، صوره، محتاجه السيره الذاتيه، فانا مجرد ما اضغط هنا بيقول لي تحميل ملف، هكتب له السيره الذاتيه، او محتاجه صوره، بلاش السيره الذاتيه، صوره شخصيه كده. عملت له صوره شخصيه. طب بيقول لي طيب انت عايزه الصوره الشخصيه اقصى عدد، انا عايزه صوره مش عايزه اكتر من كده، لو عايزه صورتين، لو عايزه حاجه اكتر، لا هي انا عايزه صوره، خليها صورتين. طب اقصى حد مسموح، لا انا عايزه 10 ميجا كفايه. السؤال ده مطلوب؟ ايوه طبعا مطلوب. يبقى هنا كده ايه، لما نيجي هنا في المعاينه هنيجي نشوف شكل السؤال هنا، صوره شخصيه، سؤال صوره شخصيه، وبعد كده بنقول له تحميل. مجرد ما بيدخل على تحميل الملف ويدخل هنا البراوزر، لو عنده صوره مثلا هي الصوره دي، اروح ايه ضغط عليها واضغط اوبن، فترفع لي الصوره ويروح منزلها لي هنا على الفور. تمام، نعمل رجوع. يبقى كده احنا حاولنا نعمل نموذج مصغر علشان ندخل على باقي الخطوات اللي موجوده في الفورم الاختبار والاعدادات. عملنا بيانات المعلمين كتوجيه مثلا محتاج من المعلمين البيانات دي، ضغطنا على بيانات المعلمين ورفعنا صوره، كتبنا الاسم الرباعي وقلنا ده شرط اساسي، ودايما الحاجه المطلوبه بيتحط عليها قدامها علامه. يعني انا هنا نسيت اعمل على الوظيفه الحاليه علامه، لا انا محتاجاها ضروري، فانا ايه هاجي عندي السؤال ده اول ما افتحه هنا نسيت اضغط على كلمة مطلوب، اضغط على مطلوب علشان لما يجي في المعينة هنلاقيه هنا ايه عمل له نجمة. طيب تاريخ التعيين، لأ انا محتاجاه برضو ضروري، فهنا اجي عند تاريخ التعيين واروح ضغطة هنا مطلوب، حاجة ضرورية. صورة شخصية طبعا انا عشان ضغطة مطلوب هنا معمول لي عمل لي نجمة. يبقى كده ادي الشكل. طيب انا هقول مثلا احمد محمد وليكن، كتبت الاسم والوظيفه الحاليه معلم وليكن، ثواني احنا كده احمد محمد، الوظيفه الحاليه هقول معلم، تاريخ التعيين اي حاجه، وبعد كده تحميل صوره ملف، رحت محمله له اي صوره اللي هو ليكن الصورة، وعملت اوبن هتتحمل هنا، بعت ارسال. مجرد ما هبعت ارسال الحد ده بعت لي ارسال فيقول لك شكرا تم ارسال الرد. يبقى كده انا عندي وصلني البيانات. طب وصلتني فين البيانات بتاعته؟ زي ما قلنا احنا الفورم هنا منقسم لجزئين، جزء اسئله وجزء استجابه. هفتح الاستجابات، هلاقي ان في حد بعت لي الاستجابات واحد، متوسط الوقت اللي هو استخدمه علشان خاطر يجاوب على الحاجات دي كلها، متوسط الاكمال 25 ثانية، وهو حاليا فاتح نشط. تمام، هنا لو عايزة اقول طباعة الملخص البيانات او كده. طيب انا طلبتهم من المعلمين، لا ده انا طالبة من 20 معلم عندي تحتي في الادارة، اتبعت لي 20، بيقول لي هنا في 20 استجابة، وهيقول لي وقت الاكمال، وفي حاجة اسمها هنا. طب انا هعرفهم ازاي؟ انا عايزة حاجة فعلية في ورق، يعني اخدهم كده بيانات تحت بعض علشان لما احتاجهم ارجع لهم. قال لك هنا في حاجة اسمها بيحلل البيانات ويحطها لك في اكسل، فتح في اكسل، وادي ينزل لي اهو، لو نضغط شو هنفتحه، هنلاقيه هنا اول اسم اهو، بيقول لك انت النيم اللي هو رايح له هبه علي،
اسم رباعي هو انا اللي بعته، وبعد كده كاتبه البيانات مثلا احمد محمد، المفروض الوظيفه، التاريخ التعيين، يبقى هنا مرتبها لي. لو احنا كل المعلمين وليكن 20 معلم، هنلاقيهم هم كلهم بالترتيب هنا زي ما احنا كده كاتبين الاجابات بتاعت كل اجاباته ومفنطها تحت بعض ومرتبها لك. اكتر من كده تمام زي الفل. طيب يبقى كده دي عرض النتائج. بيقول لك هنا الاسم الاستجابه، بيقول لك الاسم الرباعي اللي بيعمل لك عرض للنتائج وبيحلل لك النتائج. المستجيب واحد فلان، احنا طبعا مش هيبقى واحد، احنا لما هيبقى اكتر من واحد هيبقى كل البيانات واضحه. هنا كمان عامل لنا ايه، عامل لنا رسم بياني الشكل ده، على ان احنا ممكن يقسم لنا لو اكتر. طبعا احنا زي ما قلنا هيبقى في معلم اول، في معلم اول الف، هيبقى شوف نسبة المعلمين 3 4 مثلا معلم، هيبقى العلامة اللون الازرق ده معلمين، لا طب اللون البرتقالي ده معلم اول. هتعرف نسبة كل المعلمين اللي عندك، النسبة كم في المية عندك معلم، كم في المية عندك معلم اول، معلم اول الف، جماعة الكبير معلمين، وهكذا. هنا بقى بيحلل لك كل سؤال على حدة، حتى الصورة منزلها لك، مجرد ما اضغط هنا هشوف الصورة اللي هو ايه باعتها لي. يبقى كده احنا عملنا نموذج مصغر علشان نشوف شكل النموذج. نرجع تاني اسئلة. طيب احنا كده عملنا النموذج والاسئلة، ودي شكل النموذج على الكمبيوتر، ودي شكله ايه على الجوال. وزي ما قلنا كده احنا ظبطنا النسق ورتبناه. طب انا عايزه ابعته، يعني انا بعته لنفسي من شويه او فتحته على نفس الجهاز، لا انا عايزه ابعته. طيب هبعته لمين؟ لا انا عايزه ابعته للجماعه اللي في الاداره عندي، يبقى من نفس مؤسستي، ولا بامكان اي حد ابعته له؟ لا انا عايزه من الناس اللي يمكن للاشخاص في مؤسستي فقط، يبقى اختار هنا الاشخاص اللي في مؤسستي. طب هبعتهم لهم. طيب فين بقى اللينك؟ اهو، مجرد ما اعمل النسخ واروح ابعته على الواتس للزملاء، اقول لهم يا جماعه املوا الفورم ده علشان انا محتاجه ضروري، هو هيفتح معاك ما دام في نفس المؤسسه ونفس ايميل وشبه نفس الايميل بتاعك، نفس الامتداد زي التسري او سوهاج واحد سوهاج اربعه، الايميلين اللي هو الايميل الموحد او الايميل الاولاني اللي هو التسري، هتعمل له نسخ وتبعته له هيفتح على طول. طيب الرابط ساعات بيبقى كبير، ممكن من خلال نضغط على تقصير عنوان اليو ار ال فبيصغره لي برضه، اخده نسخ وابعته. طيب زي ما قلنا كده ممكن ابعته له فين؟ من خلال الرابط، زي ما احنا قلنا كده بنعمل نسخ. طب ممكن ابعته على شكل حاجه تاني اللي هي الشفره، اللي هو الـ الباركود او الـ او الار كيو ال كيو ار، اضغط كده فبيقول لي بينزله لي، فبيديني الشكل ده. مجرد ما يحط الكيو ار بالموبايل بتاعه يصوره على طول بتنزل البيانات، الفورم بينزل او كيو ار كود او زي ما احنا قلنا الباركود. نعمل تنزيل، لو نزلناه هينزل عندنا فعلى الجهاز، اهو نزل كده على الجهاز. هناخده على اي صفحه؟ هناخده على صفحه وورد ونبعته للمعلمين في اي شكل من الاشكال. في ايه تاني؟ احنا ممكن ناخد ده ونعمل له تضمين لو احنا عايزين نبعته في خلال سوي او اي حاجه كده، ممكن نعمل له تضمين او هبعته على البريد الالكتروني للمعلمين، واختار البريد الالكتروني وفتح لي على طول الميل، انت عايزه انهي ميل وهتبعتيه لمين، وهكذا. طب انا نشوف باقي المشاركات او ننتظر نشوفهم من خلال عمل الاختبار. كده خلصنا، هنرجع تاني للفورم. مجرد ما احنا بنعمل الفورم بيتسيف تلقائي داخل الواجهة الرئيسية عندنا، بيتسيف تلقائي داخل الايميل بتاعنا اهو. مجرد ما طلعنا هنرجع كده للواجهة الرئيسية، هنقول الكل، هناخد شايفين اول حاجة ده اتعمل منذ 21 دقيقة اللي احنا اشتغلنا عليه. طيب احنا عايزين نرجع تاني للفورم، وبرده انا حبيت اوريها لكم في الواجهه الرئيسيه، وبرده لما نيجي في الفورم هنلاقيه اول حاجه هنا الاخيره، اخر حاجه احنا استخدمناها وعملنا فورم فيها. طيب انا لا عايزه اعمل اختبار، ده اللي يهمني اكتر كمعلم،
وكطالب. انا هنا في زي ما قلنا اختيار، احنا اخترنا المره دي ايه الاول اللي نموذج، هنختار اختيار الاول اللي هو اختيار الاختبار جديد. اختبار جديد، اخترنا اختبار جديد، هو نفس الواجهه بتاعه النموذج، جزئين مقسم لجزئين، اسئله استجابات عنوان، ممكن يبقى في وصف هنا. طيب من فوق زي ما قلنا معاينه، كمبيوتر وجوال، نسق، اختار اللون اللي انا عايزه، او ادخل من خلال الجهاز، او ادخل من خلال زي ما احنا قلنا كده ان احنا نحمل تحميل، وبعد كده المشاركه والاعدادات هنشوفها بعدين، او شكله على الكمبيوتر او على الجوال. نرجع الاسئله، هنعمل مثلا اختبار وليكن اختبار متعدد، هنقول الصف مثلا اللي بيقولك هنا ادخل وصف، هنقول للصف الثاني ابتدائي وليكن، نختار الصف الثاني ابتدائي علشان تبقى ايه الاسئله سريعه وسهله. عندك هنا ادراك صوره، واحنا لسه شايفينها، احنا لو حبينا ندرك صوره، لا انا مش عايزه ادراك صوره دلوقتي، انا عايزه اعمل اضافه جديد. اول حاجه مثلا هختار زي ما احنا قلنا اسم الطالب، ممكن نفس الحاجات نسخ السؤال او الحذف، علامه نسخ السؤال لو عايزين ننسخه، مجرد ما اضغط عليها ينزل لي تاني تحتي على طول، او عايز احذف السؤال خالص، او اطلع او انزل بالسؤال يعني في ترتيب الاسئله. قلت اسم الطالب، وطبعا الاجابه دي مطلوبه. ايه بقى اللي اختلف عن النموذج او الاستماره الاستبيان؟ لو خدنا بالنا هنا في حاجه اتضافت هنا اسمها النقاط، اصل ده اختبار، ما دام في اختبار يبقى الاختبار ده عايز اجابه، يبقى هنا كلمه النقاط، اسفه، عايز في اجابه، وما دام في اجابه يبقى في تقدير، يبقى هنا النقاط دي الدرجه اللي احنا هنحطها. وليكن طبعا احنا طبعا السؤال الاول مش عايزين عليه، ليه؟ لان هو اسم الطالب مش محتاجين، وعايز اجابه طويله ولا اجابه قصيره؟ لا احنا عايزين اجابه قصيره، لان هو هيختار سؤال مطلوب ولا مش مطلوب. لا مطلوب، امال انا هعرف الطالب منين؟ يبقى كده احنا اخترنا ان هو مطلوب. هنعمل اضافه لسؤال جديد، هنقول السؤال الثاني اختيار من متعدد، اختار ايه؟ حاصل ضرب، ما هو ده اختيار من متعدد، يعني 5 في 7 هي كام؟ كده قلنا حاصل ضرب 5 في 7، هقول مثلا 20، هقول 30، 35، وهكذا اختار كذا سؤال. طيب انا عملت هنا اختيارات وانت هتختار، لا الاختيار ده مش عايزه، الاختيار ده خليهم 3 اختيارات بس. شفنا ايه قدام كل اختيار؟ فيه 3 حاجات، في النموذج كان حاجه واحده بس اللي هي ايقونه الحذف، هنا ده فيه 3 علامات، حذف او عرض رساله للمستجيبين، مثلا هنا عند الاجابه واكتب احسنت، وهكتب علامه صح عند الاجابه الصحيحه، 5 في 7 بكام؟ ب35، يبقى دي الاجابه الصحيحه، يبقى هنا ممكن قدامها اللي يجاوب عليها يكتب له احسنت، وهعمل ايه؟ صح، دي الاجابه الصحيحه، لما يجي الطالب يحل هيقول له احسنت. وعندي انا في الاستجابات يبقى كده انا جاوبت على اول استجابه، علشان لما تيجي الاستجابات تبقى متحل يعني تحليلها، يبقى باين الاجابه الصحيحه من الخاطئه. نقاط كام؟ هنا النقاط عايزه اديله درجه وليكن 2. اجابات متعدده لو فتحتها هنا يبقى عندي عايزه اكثر من اجابه، لا انا عايزه اجابه واحده بس فقط هي الصحيحه، يبقى هنا اقفل ده. والسؤال ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ طبعا مطلوب علشان الاختبار. طيب في القائمة هنا بيقولك ايه؟ في 3 نقاط،
انت عايز تبديل ترتيب الخيارات عشوائي؟ لا لا، خليهم مترتبين كده. لو عايزه تبديل او لو اخترته يظهروا بشكل مختلف. طيب انت القائمه المنسدله محتاجه؟ لا لا، خليهم كده في الاختيار من غير قائمه منسدله. رياضيات، لو انا عايزه حاجه فيها رياضه يبقى انا بضغط على كلمه رياضيات، ينزل لي هنا، ينزل لي معاها المعادله، حاجه كده وفيها المعادلات والارقام. لو انا عايزه اكتب معادله رياضيه، طب انا مش عايزاها؟ لا انا مش عايزاها، يبقى هنا هاجي هنا واعلم ايه عليها؟ لا مش عايزاها. طب انت عايز عنوان فرعي؟ لو في حاجه سؤال بيحتاج اكثر من يعني عنوان رئيسي مثلا، بقى زي لغه عربيه مثلا كتبت قطعه جمله وبعد كده باخد عنوان فرعي، بكتب اولا النحو علشان ثانيا الادب، فممكن اخد العنوان الفرعي على هذا الاساس. لا انا مش عايزه عنوان فرعي. تمام. لا طب انا عايزه سؤال جديد. خدنا الاختيار، عايزه سؤال ترتيب تصنيف. اول اهو اضغط تصنيف، يقول لي انت عايزه سؤال ترتيب، اقول لك رتب الاعداد. ترتيب رتب الترتيب تصاعدي. اكتب هنا تصاعدي، من الاصغر للاكبر، يبقى هنا 19، هنا مش عارفه 45، هنا 20، هنا 72. يبقى انا ارتب الاعداد ترتيبا تصاعديا، يعني من الاصغر الى الاكبر. طب ارتبهم ازاي؟ يقول لك هنا قم تعيين الخيارات بالترتيب الصحيح، عند مشاركة الاختبار ستظهر الخيارات بترتيب عشوائي. نضيف خيار تاني؟ لا لا مش مهم، نحمل اللوحة. 19، حط كده 20، 54، 50. الشكل ده هيقول لك لا. طب انا هطلع ده 19، بعد كده 20، بعد كده 54، بعد كده 72. تمام، يبقى كده انا رتبتهم. هنا هيجي ترتيبهم زي ما هما كانوا مترتبين، 19 20 كده الاجابة السليمة. يبقى هنا كده مجرد ان انا ما بحطهم ترتيب، هما الترتيب الصحيح ليهم. يبقى السؤال هنا رتب الاعداد ترتيب تصاعدي، عليها نقطتين وانا بحطهم بترتيبهم. هو لما بيجي صح بيجيبها لي، يعني احنا لما قلنا كده ان نطلع من المعينه دي زي ما احنا قلنا كده ندخل في المعينه، بيقول لك رتب الترتيب الاعداد تصاعدي. لا انا هنا في السؤال مجرد ما باجي اشتغل عليه فبيقول لي هنا رتب الاعداد ترتيب تصاعدي، بيكتب جمله ايه؟ قم بتعيين ليا انا، دي بتظهر عندي انا، قم بتعيين الخيارات بالترتيب الصحيح، انا هرتبها ترتيب صحيح، عند مشاركه هذا الاختبار ستظهر الخيارات بترتيب عشوائي. بتظهر لمين؟ بتظهر للطالب اللي هو هيحل الامتحان، هيجي بشكل مختلف عن اللي انا منزلاه، انما انا منزلاهم بترتيب صحيح. طيب نيجي نشوف معينه دي، اهو هو بيجي الطالب، لا شايفين ترتيبهم مختلف، فبيبدا يرفع ده ترتيب تصاعدي، يبقى 19 20 54 72 وهكذا. كده تمام. نعمل إضافة سؤال جديد، يبقى هنا عملنا اختيار، النص عرفناه، التصنيف اللي هو الترتيب اللي كارت، وليكن نقول ايه، ضع كل كلمة في موضعها الصحيح. واكتب هنا ايه؟ يفعل احمد الى يذهب. واجي هنا في الخيارات دي اقول ايه؟ فعل
اسم حرف. انا مش عايزه غير 3 اختيارات، هشيل الاختيار ده وهشيل الايه اختيار ده. يقول لك هنا ضع كل كلمه في موضعها الصحيح، يعني كلمه يفعل فعل ولا اسم ولا حرف؟ هي فعل مثلا. هنختار فعل. لا، احمد اسم، وهكذا. يذهب فين؟ ده يبقى هنا كده فعل. لا، احمد اسم، الى حرف، يذهب فعل، وهكذا. يبقى احنا كده رتبناهم ترتيب زي ما احنا. طب السؤال ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ لا ده مطلوب، يبقى كده تمام. يعني عايزين فرع، عنوان فرعي او اضافة تفريغ؟ لا انا مش عايزة عنوان فرعي ولا اضافة تفريغ. طيب كده لا احنا مش عايزين ده. هنيجي في المعاينة نشوف شكله. ادي شكله كده يفعل، مثلا هنحط هنا فعل. لا احمد اسم، الى حرف، يذهب فعل، وهكذا. طيب هنشوف المعاينة. هكتب اسم الطالب ليكن احمد. حاصل ضرب 5 في 7 بكام؟ قلت له 35. رتب رتب الاعداد ترتيب تصاعدي. خد 19 اهو، شوف جايبها لي بشكل مختلف، انا هرتبهم له بترتيب تصاعدي. ضع كل كلمة في موضعها الصحيح. هعمل هنا غلط، وهكذا. واعمل ارسال. قال لك عرض النتائج، انت كده عملت ايه؟ ارسال. هنرجع هنا هيقول لك في استجابات. في استجابة واحدة. شفت هنا الأسئلة وأنا جاوبت، هي الاستجابات. أدي الاستجابات نفس الوضع. طيب أنت الاستجابات كام؟ قال لك الاستجابات 1. طيب متوسط الدرجة، متوسط الدرجة 4، يبقى هنا خد 4 من 6. لو هما كام مجموع الدرجات؟ 6 درجات. يعني احنا جينا هنا اختبار متعدد 6 نقاط كده. ادي شكل الاختبارات. زي فكرة الرسم البياني، اعمل لك شارت كده. حاصل ضرب 5 في 7، قال لك ان هي اللي اختاروا 20 السؤال، الاجابة الاولى كام، ويختاروا الاجابة التانية كام، واللي اختاروا الاجابة التالتة كام. كل واحد عملها لنا لون. طبعا هو واحد اللي جاوب، وجاوب الاجابة الصحيحة. رتب الاعداد ترتيب تصاعدي. رتب الاعداد ترتيب تصاعدي. الاعداد اجابات كلها صحيحه، ما فيش حد اخطا. لو في حد رتب غلط، وهنا هيقول لك كلهم 100% لاني واحد بس. ممكن احنا بالاعداد هيبان بقى اللي جاوب واللي ما جاوبش، وهيبقى واضح الرسم ده او التحليل البياني ده. تمام، يبقى احنا كده عملنا الاختبار زي ما قلنا، وشفنا الاستجابات بتاعته، مين اللي جاوب ومين ما جاوبش. طيب الاستجابات دي اساسا جاتني بناء على ايه؟ علشان انا دخلت وعملت الامتحان، وانا هو نفس الايميل بتاعي. طب لا، انا دلوقتي عايزه ابعتها للطلبه، هبعتها من خلال مين؟ خلال المشاركه، هشاركها. طب انا ابعتها لكل الطلبه لاي حد؟ لا، ده انا عايزه طلبه معينين اللي هم موجودين في مؤسستي، اللي ايميلهم نفس ايميلي اللي هو الايميل الموحد الجديد لو نتذكر. طيب ولا باي اشخاص معينين؟ ده انا ممكن ابعته لطلبه معينين عندي. قلت لهم انا هعمل لكم اختبار، ابعتوا لي. عارف هو انا عارف طبعا بالطبع ايميلاتهم، وهروح مختارهم اختيار محدد اهو. بيقول لك ادخل اسم او مجموع او عنوان البريد الالكتروني، فانا هحدد الاشخاص اللي ممكن ابعت لهم الامتحان. طيب لا، انا عايزاهم مثلا في مؤسستي اللي في نفس الايميل، اللي ايميلهم نفس ايميلي. بعد كده اعمل نسخ للكود بتاعه، لللينك بتاعه. يبقى هنا انا ممكن اعمل انا خلاص خدت الاشخاص اللي في مؤسستي، هبعته لهم ازاي؟ هعمل نسخ للايميل لللينك ده، وممكن نعمل له تقسيم من هنا عنوان عشان يبقى صغير، وهاخده برضو كبي، وهروح ابعته بقى هنا ما دام هاخده كارتباط لينك. هاخده واحطه مثلا، ابعته على الواتس، ابعته على الماسنجر، ابعته على اي مكان، على وهكذا. او ممكن من خلال الباركود زي ما احنا قلنا كده، بنعمله تنزيل وبعد كده باخده وابعته لهم، وممكن احطه لهم على ايه، في اي مكان.
او تضمين، اعمل لهم حاجه زي السواي او الباور بوينت. فانا باخد اللينك ده من ضمن الحاجات التعليميه والانشطه التعليميه، واعمل لهم الفورم ده واروح منزله لهم او من خلال البريد الالكتروني. طب انا عملت الامتحان ده وعايزه ابعته لواحد زميلي، بس ايه ياخده كايه يستخدمه، انما ما يلعبش فيه، ياخده زي ما هو كده. يبقى هنا مش هشاركها كقالب الحصول على ارتباط للتكرار. هنا بيقول لك حتى بيقول لك تسمح المشاركه كقالب للاخرين بتكرار هذا النموذج، هذا الامر لا يتضمن الاستجابات. يعني ايه؟ انت هو ياخده كده كنموذج واشتغل عليه. طب انا عايزه ابعته لزميلي يعدل عليه او مش يعدل عليه. انا عايزه مش زميلي، اسفه، عايزه ابعته، عملت امتحان وعايزه ابعته للتوجيه واشوف التوجيه تمام كده ولا لا. فبيروح بعته لي من خلال مين؟ بيقول لك هنا المشاركه بالتعاون للحصول على ارتباط للعرض. يبقى انت كده هتبعته لحد المشارك بالتعاون، ان هو ممكن يبقى كعرض ليه، او ان هو ايه. بص يقول لك يمكن المستخدمين من الذين لديهم حساب اوفيس للعمل او المؤسسة العرض والتحرير عليه، ان هو ممكن يعدل عليه، ممكن يشوفه او يعدل عليه. يحق للاشخاص في مؤسسة العرض والتحرير، يحق للاشخاص في الاشخاص معينين. هنا يبقى هنا اي حد عنده نفس اللينك بتاع نفس الايميل بتاعنا نفس المؤسسة ممكن يشتغل عليه. لا انا عايزه الناس معينين، يبقى يحق هنا لاشخاص معينين في مؤسستي. يقول طيب هنا دخل مين؟ انت عايز تبعته لمين؟ وادي اهو هنعمله نسخ، بس انت تبعته لمين؟ انا بعته للتوجيه بتاعي للاستاذ فلان. يبقى هنا طيب خلاص اضغط هنا واكتب لي ايميله، ومن خلال ايميله انا هيتبعت لي. يبقى كده طريقه المشاركه. طيب الاعدادات، انا عايزه بقى اظبط الجهاز ده. اول ما نحط هنا نضغط على الثلاث نقاط دول هيدينا اعدادات او طباعه النموذج اللي انا عاملاه، ملاحظات وشروط. احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي الاعدادات. الاختبار فيه بعض الاسئله المقاليه، فبيجي لك هنا سؤال خيار للاختبار اظهار النتائج تلقائيا. يبقى هنا مجرد ما انا بفتحها بتظهر النتيجه تلقائي على طول، لان هو الاسئله كلها مثلا ما فيهاش اسئله مقاليه. انما لو انا عندي سؤال مقالي لا اقول له لا. ليه؟ لان السؤال المقالي لازم يبقى ليه درجه تقديريه من المعلم، فيجيني انا واحط الدرجه التقديريه واروح مرجعه تاني للطالب. انما انا عندي الاسئله كلها اسئله موضعيه مش محتاجه سؤال مقالي، كلها هي اختيار من متعدد او تصنيف او ترتيب او ليكارد او كده. يبقى هنا لا اقول له الاجابه خليها على طول اجابه سريعه. يبقى هنا خيار الاختبار اظهار النتائج تلقائي. طب الاشخاص الذين يمكنهم ملء هذا النموذج مين اللي ممكن يدخل عليه؟ قالك ممكن هو نفس السؤال اللي في المشاركه هنا، يمكن لاي شخص ولا الاشخاص اللي في مؤسستي؟ قلت له لا، يمكن لاي للاشخاص اللي في مؤسستي فقط. تسجيل الاسم واستجابه واحده لكل ايه شخص، ما احنا لازم يسجل الاسم، دي حاجه ضروريه. طب بامكان اشخاص معينين في مؤسستي؟ لو انا اخترته هنا بيقول لي هنا فبيختار بيضغطها، لان لو اول مجرد ما هبعته له هتقول هتبعت لمين؟ ده انا عايزه ايه نوسع الحكايه، ما نخليهاش لمعينين ونخلوها ايه لكل الاشخاص اللي في مؤسستي. خيارات الاستجابات، مجرد ما هو الطالب بيحل وبيعمل لك ارسال هيحصل قبول للاستجابه لما تخلص اسفه وتبعت والطالب يفتح هيبقى في قبول للاستجابات. يبقى هنا في تاريخ بدايه وتاريخ انتهاء. انا يا جماعه للطلبه عملت امتحان وهبعته لكم، هيبقى الاختبار مفتوح او جاهز ليكم من الساعة 10 صباحا للساعة 12، من الساعة 9 صباحا للساعة 11 للساعة 12 ظهرا. يبقى هنا في الفترة دي الطالب هيدخل الامتحان، قبل كده الفورم مش هيشتغل معاه، بعد كده مش هيشتغل معاه. يعني انت عايز تبديل الاسئلة؟ الاسئلة دي ممكن تيجي، ما احنا زي امتحانات الثانوية العامة بيبقى فيه كذا نموذج، الاسئلة كلها كل واحد مع نفس الامتحان بس باختلاف ترتيب الاسئله. لو انا عملت له كده هيقول لك كافه الاسئله ولا في تامين الاسئله؟ لا ده انا عايزه هتعملي تغيره لي، بس انا عايزه رقم واحد بس هو اللي لان هيبقى فيه الاسم. لا مش عايزه غير رقم واحد بس. هو يقول لك من كام لكام هتامن الاسئله من كام لما؟ لا انا عايزاه من واحد بس. يبقى هنا من واحد لواحد. لا انا مش عايزه تبديل خالص. يبقى هنا كده الحكايه هتبقى بترتيبها اللي انا مرتباه لكل الطلبه. تخصيص رساله شكر، انا عايزه اعمل رساله شكر. يبقى هنا تم ارسال الرد شكرا ليكم، وروح كاتبه احسنتم بالتفوق، وهكذا. ايصال بالاستجابه، ايصالات بالاستجابه، لو انا سمح بارسال ايصال بالاستجابه بعد الارسال، لو انا قلت نعم
وهنا الطالب بعد كده بعد ما بيرسل الاستجابة بيحصل ايه؟ ان الطالب بيوصل له الاستجابة، البيانات اللي هو الحل اللي حله، حصول على اعلان بالبريد الالكتروني لكل استجابة، ده للمعلم كل استجابة يقول لك ده ان جالك واحد حل امتحان، اتنين حل امتحان، وهكذا. دي هي الاعدادات. بعد ما اعمل الاعدادات وخلاص انا خلصت الامتحان، هبدأ اشاركه مع زمايلي مع الطلبة، هعمل نسخ للايميل بتاعي وللامتحان الفورم بتاعي وابعته. يبقى ده كل تقريبا الحاجات المهمة والضرورية في الفورم. ارجو اكون افدتكم ولو بعض الشيء من كل شيء، وشكرا ليكم، في لقاءات اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.